السلام عليكم، انا ميكو فرات من السواق من ساينس. ابنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي الترم الاول، بدانا كونسبت 1 2 عن السنسز ات ورك، وشفنا الفايف سنسز اوف هيومن ان هو بيستخدمه تو ايدنتيفاي اوبجكت ان ذا انفايرمنت، وشفنا ان في سوبر سنسز لبعض الليفنج اورجانيزم زي الدولفين والباتس مثلا بيعملوا ايكولوكيشن، عندهم سوبر سنس او سوبر هيرنج سنس، صح كده؟ هنكمل دلوقتي على موضوع السنسز ديفرنت ليفنج اورجانيزم، وهنستمتع بيها ونشوف حكمه ربنا سبحانه تعالى ان كل ليفنج اورجانيزم بيبقى ادابتد في الانفايرمنت بتاعته تو كيب الايف. هنتكلم في ليسون 2 على السنسوري اورجان اوف نكتيورنال انيمال. ايه بقى نكتيورنال انيمالز؟ نكتيورنال انيمالز يا شباب هم الانيمالز اللي بيبقوا اكتف ديورينج نايت، هم بيشتغلوا او بيبقوا اكتف كده ديورينج نايت. اوكي، يعني لو شفنا الباتس او الاول، اوكي، دول ما تلاقيهمش الصبح خالص، تلاقيهم اكتف ديورينج نايت، عمالين يدوروا على الاكل ورايحين وجايين وبيعملوا الاكتيفيتي بتاعتهم كلها بالليل. انما عكس مثلا حاجه زي الايه السبارو، العصفوره دي تلاقيها بتزقزق من الفجر كده، ها، دول بنسميهم ديورنال انيمالز. احنا عندنا كبشر تلاقي فينا بشر، بعض البشر يعني ليهم ديورنال، ناس كده بتصحى الفجر، الناس الاجانب بيصحوا الفجر ويوم نشاطهم قمه النشاط الساعه 6 و7 و8 الصبح، وعلى الساعه بقى 5 6 المغرب كده تلاقيهم خلاص ايه النشاط بتاعهم بيخلص وبيناموا بدري. فعلا الناس دي وناس يعني نشيطه جدا في اعمالها ومنظمه وفي كل حاجه. على عكس مثلا ناس ثانيه برضو فينا احنا كهيومن بينج تلاقيهم نكتيورنال. يعني ايه نكتيورنال؟ يعني ده بقى يصحى من النوم الساعه مثلا ايه 4 العصر، وفي ناس بتصحى 6 المغرب و7 المغرب، وتلاقيه قمه نشاطه بقى امتى؟ قمه نشاطه الساعه 11 12 بالليل، 1 2 3 الصبح، ده قمه نشاطه. اوكي، فالناس اللي بتبقى نشيطه في بالنهار دي بنسميها ديورنال انيمال، ديورنال ليفنج اورجانيزم بقى، واحنا كده كبيبل ديورنال بيبل. الناس اللي فينا بتبقى اكتف بالليل لطبيعه مثلا شغلهم بتخليهم يشتغلوا بالليل مثلا، فدول بنسميهم نكتيورنال بيبل. يعني خلينا بقى في الانيمال، احنا نقدر نغير البيهيفير بتاعنا، انما الانيمالز دول ما بيقدر، يعني هو فطره ربنا ليهم كده. الانيمالز بتشتغل الصبح كده والاكتيفيتي بتاعتها بتبقى الصبح، فبنسميهم ديورنال انيمال، وانيمال بتبقى اكتيف بالليل بنسميها نوكتيورنال انيمالز. يعني انيمالز اكتيف ديورنج نايت. اوكي، واحنا هندرس بقى ايه ازاي الانيمالز اللي اكتف ديورنج نايت دي عندها سنس اورجان تساعدها انها تو فايند فود تو سكيب فروم انيمز ديورنج نايت واحنا مش شايفين حاجه. هنشوف بقى ربنا عندهم اكسترا سنسز ازاي. طب تعالى كده لوك ات ذا فولوينج بيكتشرز ان بوت ترو اور فولس. اوكي، تعالى كده بص، ده هيومن بينج اهو، شايلد زيكم اهو. اوكي، هيومن كان سي everything كليرلي انسايد دارك روم. يعني انت لو ضلمت اوضه كده وقمنا طافينا النور والدنيا بالليل، ساعتك هتشوف حاجه؟ طبعا انا مش هشوف اي حاجه. اوكي، تمام، لازم انور كشاف على الاقل كده زي هذا الطفل يعني. اوكي، طيب الاول بقى او البات اللي هم النكتيورنال انيمال، عايز ترو اور فولس، ان اول كان سي اتس براي، تقدر تشوف البراي بتاعها ان ذا دارك ديورنج لايت ديورنج نايت تايم، بالليل كده في النايت تايم تقدر تشوف البراي بتاعها، تقدر تسي، ها انا بتكلم على فيجن، ها ايوه تقدر سي وتقدر هير كمان الخطوه بتاعته. اوكي، تمام، الكلام ده صح لانها نكتيورنال انيمال. تمام، اوكي، يبقى يو كان هير انت كبني ادم تقدر هير النويز اوف سمثينج موفينج ثرو داركنس، اه تقدر تسمعه انه مش تقدر تشوفه اهو، ايفن يو كان سي ات كليرلي، صح كده؟ طيب سم انيمالز بقى اسمهم نكتيورنال انيمالز. قلنا يعني ايه نكتيورنال انيمالز؟ ماشي، نكتيورنال انيمالز لوك فور زير فود، نكتيورنال انيمالز يعني اكتف ديورنج نايت، ها اوكي، دول لوك فور زير فود ات نايت، دول بيروحوا ياكلوا كده ويدوروا على اكلهم ات نايت، يوزنج ذير سوبر سنس اوف فيجن او سينج او شارب سنس، يعني بتاعت ايه؟ بتاعت السايت وبتاعت الهيرنج. اوكي يا شباب، سهل الكلام، ها؟ اوكي، طب يبقى عايزين نعرف كده نكتيورنال انيمال يعني ايه؟ هقول لك زي ار انيمال ذات بيكم اكتف ات نايت تو لوك فور زير فود. طيب سؤال بديهي جدا، why do some animals become active at night؟ ليه بعض الانيمال زي الاول والباتس بيبقوا active during night؟ اوكي، والجيربو برضو اللي هو الجيربو ده حاجه زي الرودنت كده زي الفار، هنشوفه كمان شويه، ها اوكي، دول بيبقوا active during night ليه ربنا خلقهم كده؟ الاجابه المنطقيه مثلا ممكن يكونوا هم عايشين في ديزرت انفايرمنت وعندهم التمبريتشر بتبقى عاليه قوي قد ايه يعني، فبيهربوا من الهاي تمبريتشر قد ايه دول ويبقوا اكتف ديورنج نايت. ممكن حاجه ثانيه، ممكن بعض الانيمالز ما بيلاقوش الفود بتاعهم ديورنج داي، بيلاقوه بس ديورنج نايت. اوكي،
سهل الكلام، هما ما فيش يعني لو طلعوا الصبح مش هيلاقوا البرين بتاعتهم، تطلعوا بالليل البرين بتاعتهم اصلا اكتف ديورنج نايت، فهم كمان اكتف ديورنج نايت. اوكي ماشي. طيب بعض حاجه كمان، سم انيمالز ديبند اون داركنس، بتعتمد على انت دلوقتي عايز مثلا تخضني او بلاش تخضني تفاجئني، تمام؟ عايز ماما مثلا وهي جايه تعمل لها مفاجاه كده او تخضها، هتقف لها في نص الصاله كده والنور منور والدنيا حلوه كده وعايز تفاجئها، هتفاجئها زي ما هتشوف، صح كده؟ لا انت هتعمل ايه بقى؟ هتجيب حته ضلمه كده، حته على جنب كده مستخبيه وتقف فيها، فهي تدخل ما تشوفكش، فانت تعمل لها ايه بقى؟ سربرايز، صح كده؟ نفس الكلام بعض الانيمالز كده بيعتمدوا على ان بالليل في داركنس، ما فيش انت مش شايف، ها؟ فبنعتمد على ان احنا سربرايز الايه؟ البري بتاعنا ونفاجئهم وناكلهم بقى، اوكي؟ يبقى عرفنا ليه كده؟ نقراهم مع بعض. Why do some animals become active at night؟ لاسباب منطقيه جدا. مثلا ان اكستريملي هوت بليس، في الاماكن الحر جدا، تمام، بيبقى الوقت المفضل للسيرشنج فور فود هو بالليل، اهو ذا بيست تايم تو لوك فور فود از نايت تايم، الجو حر الصبح فانا مش قادر اطلع اشوف الفود بتاعي. وين ات از كول، يعني بالليل بتبقى الدنيا كولر شويه فنقدر نصطاد براحتنا الاكل بتاعنا. طيب سم انيمالز هانت فود ذات از اونلي افيلبل ات نايت، انا بصطاد الفود والفود بتاعي ده مش موجود غير بالليل. يعني تخيل احنا بناكل مثلا احنا بناكل اول، احنا هو هناكل اول اهو، مش احنا ساعات بناكل بيجون وتشيكن ومش عارف، هناكل اول. طب الاول دي مش موجوده غير بالليل، هصطادها ازاي انا الصبح؟ لازم استناها بالليل واصطادها بالليل، صح كده؟ هناكل باتس مثلا، ما هو الباتس دول مش موجودين الصبح، انا عشان اكلهم لازم استناهم بالليل واصطادهم بالليل، صح؟ تمام. سم انيمالز حاجه ثانيه كمان، سم انيمالز ديبند اون داركنس، بتعتمد على الضلمه دي تو هايد، تستخبى بقى، فروم زير براي زين سربرايز زيم اند ايت زيم، صح كده؟ يبقى كلام منطقي جدا ان ربنا يخلق البعض الليفنج اورجانيزم اكتف ديورنج نايت او نكتورنال انيمال للاسباب دي، صح كده؟ طيب تعالى بقى نسال نفسنا سؤال مهم، هاو كان نكتورنال انيمال والدنيا ضلمه بالليل كده هم مش شايفين حاجه، ازاي النكتورنال انيمالز دول هانت ويزاوت ماتش افيلابل لايت، الدنيا ضلمه بيصطادوا ازاي؟ بيشوفوا البري بتاعتهم ازاي؟ او بيعرفوا ان البري بتاعتهم موجوده في الحته دي وبياكلوها ازاي؟ صح كده؟ يبقى اكيد عندهم سوبر سنسز معين، تمام كده، ربنا متعهم بيها، اوكي؟ يبقى عندهم سوبر سنس بتختلف بقى من ليفنج اورجانيزم للتاني او من نكتورنال انيمال للتاني. طيب عندهم سوبر سنس، سوبر سنسري ادابتيشن اوف نكتورنال انيمالز، تمام، الاو زم تو نافيجيت، نافيجيت يعني يعملوا الرحله بتاعتهم، يعني يدوروا على الفود بتاعهم، يعني تو نافيجيت سيفلي اند فايند فود ان داركنس، هو ربنا مديهم سوبر سنس يقدروا يعملوا كده، انا وانت كهيومن بينج ما نقدرش نعمل كده، صح كده؟ هو بقى ربنا اداهم سوبر سنس ادابتيشن كده عشان يعملوا نافيجيشن، يمشوا بسهوله جدا ويفايند الفود ان داركنس از شون ان ذا فولوينج اكزامبل. تعال نشوف بقى، عندنا اكزامبل للبات واكزامبل لايه؟ للباول. تعال نشوف ربنا ادى ايه للبات سوبر سنس او اكسترا اوردينري سنس، وادى ايه للباول سوبر ordinary sense، تمام؟ الباتس دول يا شباب مامالز، يعني ايه مامالز؟ مامالز دول يا شباب الليفنج اورجانيزم اللي بيبقوا حامل، اللي يعني عاده ليفنج اورجانيزم، يا فيفي بورس، يعني ايه فيفي بورس؟ يعني بيبقى حامل ويولد، دول كلهم اسمهم مامالز، يا اما بقى بيبيض يا اما في وسائل اخرى هناخدها لما نكبر، يعني الحيوانات او الليفنج اورجانيزم اللي فيفي بورس اللي بتولد بسميها مامالز، الثدييات، اوكي؟ زي الهيومن والكاو والدب وكل اللارج انيمال اللي انتوا تعرفوه. الباتس بقى يعني ناس كتير بيغلطوا يعتبروه بيرد، لا هو مش بيرد، البيرد بتبيض، ها، زي البايجون زي السبارو زي التشيكن، دول بيطيروا، ان ده سوري دول بيبيضوا، انما ده ما بيبيضش، ده بيولد، عشان كده ده واحد من المامالز، ها، عشان لو جات لنا في السؤال كده البات مامالز ما نتخضش من ان هو مامالز، هو لا هو البات ده مش بيطير يعني بيرد، لا هو بيطير بس هو مش بيرد، هو مامل، اوكي؟ بقيه البيردز كلهم بيبيضوا، ده مش بيبيض، عشان كده ده مش بيرد، تمام. طيب البات زي الدولفين بالظبط، عنده اكسترا اوردينري سنس او هيرنج سنس، عنده اكسترا اوردينري هيرنج سنس، بيعمل زي الدولفين بالظبط، بيطلع الترا سونيك ويفز برضه مايجريت، بس هنا ان اير بقى، الثانيه في الدولفين كانت مايجريت ان ووتر، ها هنا مايجريت ان اير او ترافل ان اير، لغايه ما برضه هيت الاوبجكت وترجع له ان ذا فورم اوف ايكو، ويقدر يحدد اللوكيشن بتاع الاوبجكت، فبيعمل برضه ايكو لوكيشن زيه زي الدولفين بالظبط، بس هو في الاير والدولفين في الووتر. يبقى ادي سوبر اوردينري سنس اهي بالنسبه للبات، عنده هيرنج قوي، صح كده؟ تمام.
يبقى bats depend on echolocation اهي تمام to find their food او to find او to escape from its enemy او حتى عشان ما يخبطش في مثلا في object ما يخبطش في حيطه ولا حاجه. هو ماشي عمال يطلع ساوند خبط في الحيطه رجع له تاني تمام كده عارف ان في حيطه قدامي. فانا هو مش شايف حاجه على فكره بالليل, هو معتمد على الايكولوكيشن بس. اوكي يبقى bats depend on echolocation to find food. ايه البيربوس بتاعها؟ to help bats move around and find its food او البري بتاعته at night. هو مش شايف حاجه زيه زيك بالليل. ها هو ربنا اداله اكسترا سنس هيرنج او اكسترا سنس سوري اكسترا هيرنج سنس. اوكي ما ادالوش فيجن عالي, هو بيشوف زي زيك, فهو بالليل مش شايف حاجه, هو معتمد بس على الايه على الاكسترا سنس الاكسترا هيرنج سنس بتاعته بتاعت الايكولوكيشن. سهل نوت اهو بقول لك بوس اوف دولفين او بوس باتس اند دولفين يوز ايكولوكيشن تو فايند ذير فود. بس الدولفين في الووتر والباتس في الاير بيطلعوا هما الاثنين التراسونيك. بس البات بما انه عايش في الاير فبيطلع الالتراسونيك دي في الاير, والدولفين بما انه عايش في الووتر فبيطلع الالتراسونيك دي فين؟ في الووتر. طيب انلايك دولفين بقى باتس ار نوكتيورنال انيمال. انا قلت هما نوكتيورنال انيمال عايشين بالليل ذات كان هانت ات نايت, انما الدولفين لا, الدولفين دول عايشين في الميه تمام كده. فهم بقى ما اقدرش اقول عليهم نكتيورنال ولا ديورنال, هم ليهم قصه مختلفه تماما. اوكي تمام اوكي. طب هقول لكم معلومه اضافيه يا شباب برضو ايه يعني هتعجبكم. يعني الدولفين والويل هم الدرافين والحيتان دول برضو ماملز, بس ماملز عايشين في الميه. ايه الدولفينز والويل يا شباب ما عندهمش جلز, عندهم تو لانج زيهم زي الماملز, وبيحملوا وبيرضعوا اولادهم زي الماملز بالظبط يعني, او بيرضعوا الاوف سبرينج بتاعهم. دول بقى لازم كل شويه من حين لاخر كده يطلعوا فوق السيرفيس بتاع الميه عشان هم ريسبيريت الاتموسفيريك اير زي زيك, ما عندهمش جلز, يطلعوا فوق الميه كده ياخدوا شويه اكسجين او شويه اير يعني يعملوا انهيليشن كده فوق سطح الميه وينزلوا تاني. بس هم عندهم القدره ان هم يقعدوا بقى بالانهيلد اير ده فتره. انا وانت كده كهيومن بينج ومعظم الماملز يعني لا, انا الريسبيريشن عندي سريع. ها انا خدت نفس اهو انهيليشن اكسهيليشن وبعدين اهو بعمل انهيليشن يعني كل 3 ثواني كده ولا كل 5 ثواني لازم اعمل. هم يقدروا بقى بالانهيلد اير يقعدوا مثلا ربع ساعه. ايه يعني ستراكشر ادابتيشن ربنا اداها لهم, بس هم لازم يعملوا انهيليشن الاتموسفيريك اير. عشان كده اللي فيكم يتفرج على دولفين ليه كل شويه يطلع فوق الميه وينزل, يطلع فوق الميه وينزل, والويل شرحه يطلع فوق الميه وينزل, يطلع فوق الميه وينزل. ولكن ممكن الانهيلد اير ده يقعدوا فتره حلوه بقى تحت الميه. يا شباب طبعا دي معلومه اضافيه كده ارجو انها تكون عجبتكم يعني تمام. اولس تعال نشوف البومه. البومه دي بقى شويه ستراكشرال كده سبحان الله, عمل ربنا عمل فيها شويه ستراكشرال ادابتيشن علشان تقدر هي نكتيورنال انيمال عايشه بالليل. ها بتعمل الاكتيفيتي بتاعتها بالليل. بصوا كده عندها عندها تو شارب سنسز. اول واحد فيهم السايت بتشوف بدقة رهيبة, بتشوف أي حركة لأي بري بالنسبة لها, أي فريسة بالنسبة لها بتشوف الحركة الدقيقة بتاعتها وعن بعد. أوكي تمام أوكي. وعندها إكسترا هيرينج سنس, بتسمع صوت الموفمنت بتاعت البري. عارف أنت لما تكون البري مستخبية وبس تتحرك كده بس تعمل صوت احتكاك بسيط مع الأرض كده, هي تقدر تسمع الصوت ده من بعيد كمان. يبقى عندها إكسترا سنس هيرينج اكسترا سوري هيرينج سنس واكسترا سايت سنس. اوكي يا شباب طيب نشوف بقى الاستراكشر اللي ربنا وهبهولها علشان تبقى عندها الاكسترا سنس دي. بصوا الفيس بتاعها تحس ان هو شكل الباول. ايه الباول ده؟ اللي هو الطبق. تحس انها شكل كده واخده شكل الطبق. ايوه هي فعلا واخده شكل الطبق. وعليها فيزر مختلف كده عن بقيه الفيزر. بصوا الريش بتاعها اللي على جسمها وبصوا الفيزر اللي على الفيس بتاعها, هو مختلف. ربنا لما اداها الشكل الباول بتاع الفيس ده والفيزر المعين ده خلى او يعني دي بتاعت ربنا بقى, خلى الساوند ويف اللي جايه تتجمع بطريقه مور كونسنتريتد مركزه كده وتوصل للاير بتاعتها. فخلى ان السنس اوف هيرنج عندها يبقى سوبر سنس, عندها سنس قوي جدا في الهيرنج. فاي خطوه تعملها البري بتاعتها اللي هي طايره فوق كده والبري على الارض, اي خطوه تعملها وشوف المسافه بينهم قد ايه, بتسمعها فعلا وبتسمعها بوضوح. وفي الضلمه كده تروح رايحه على الساوند ده بالفيجن القوي كمان بيساعدها ان هي تروح على البري وتصطادها في ثانيه بالكلوز بتاعتها الحاميه الحاده دي, شايفينها تمام. تمام حاجه تانية
تقدر تعمل، شايفين لفه راسها ازاي؟ لفه لفه راسها غريبه، انت سعادتك تقدر تلف راسك كده يمين شويتين وشمال شويتين، هي تقدر تلف راسها في اول دايركشن لدرجه انها ممكن تلف راسها لغايه الناحيه الثانيه تشوف وراها، انت ما تقدرش تشوف وراك في ايه، ها؟ يعني لو حد جاي من وراك وعايز يفاجئك انت نفسك بتلف، انما راسك ما تلفش ال 180 اكتر من 180 درجه، انت نفسك بتلف كبادي، ها؟ هي نفسها بقى ممكن تبقى واقفه كده وتلف راسها في جميع الاتجاهات حوالين جسمها، ليه؟ سيرشنج فور براي، ها؟ بالليل كده فالبراي يجي لها من وراها يجي لها من قدامها، هي تقدر تلف راسها في كل الدايركشن، اوكي؟ ماشي، شفتوا الاستراكشر ادابتيشن اللي خلاها تبقى ات نايت كده في النيتشرال نيتشرال انيمال هي، ها؟ تقدر تبقى اكتف وتصطاد عادي جدا ومفيش اي مشكله، وهي اصلا ما ان اكتف ديورنج داي، هي مش شغاله في الداي، هي شغاله في النايت بس. يبقى تعالى نشوف كده الاستراكشرال ادابتيشن اللي ربنا ادالي الويل عشان تبقى نكتيورنال انيمال، تمام؟ اوكي، اولز هاف ايه بقى؟ اولز هاف فيري شارب سايت وفيري شارب مين؟ هيرنج، عندها السنسز دي اللي هي السايت والهيرنج فيري شارب. طب تعالى نشوف الفيس بتاعها عامل ازاي، احنا شرحنا خلاص. ات هاز باول شيب، اهو شكل الطبق اهو، صح كده؟ ويز سبيشال تايب اوف فيزر ان اتس هيد، بص الفيزر بتاع البادي بتاعها والفيزر بتاع الهيد، لا فيزر هيد مختلف فعلا، تمام؟ حلو جدا. ليه بقى؟ ليه الفيزر ده مختلف وشكل البادي وشكل الفيس بتاعها باول شيب كده؟ علشان دايركت الديستانس ساوند، ياخدوا الديستانس ساوند، الساوند اللي بعيد خالص، يوجهوه مين؟ يوجهوه للإير، اهي ماشي، تو دايركت الديستانس ساوند انتو ذا اولز إير، فيبقى عندها سوبر سنس اوف هيرنج، اهي تمام كده؟ تمام. طيب ما تيجي نشوف الباول لارج اي، عندها لارج اي اي كومبيرنج بجسمها نفسه، ها؟ اوكي، اتس اي الاو او اتس اي الاو ذا اول تو سي تيني اند فار اواي موفمنت، الحركه الصغيره، الحركه الصغيره وكمان بعيده جدا، السايد بتاعها قوي جدا لدرجه انها بتشوف، تمام؟ تمام، بتشوف الحركه الصغيره البعيده جدا بتاعت البري بتاعتها. طب اولز هيد، انا قلت الهيد بتلف في اول دايركشن، اهي اتس هيد هاز ذا ابيليتي تو تيرن ان اول دايركشن، انت كبيره بتحركها يمين كده 90 درجه وشمال كده 90 درجه، انما تقدر تشوف لي كده لو في فسفوسه في ظهرك مثلا، تقدر تشوفها اللي في ظهرك دي ولا في قفاك؟ يا في فسفوسه في قفاك هتعرف تشوفها؟ لا مش هتعرف تشوفها، صح كده؟ تمام. يبقى ليه ربنا خلاها كده الهيد بتاعتها تلف في كل الدايركشن؟ عشان ممكن البري تبقى وراها فتلف هي، شايفين يا شباب راسها لفه ازاي؟ فعلا لفه غريبه سبحان الله. اوكي تمام، يبقى ليه خلى ربنا راسها كده او الهيد بتاعتها تيرن ان اول دايركشن تو سيرش فور بري افري وير، اي مكان انا هلف راسي واجيبها، صح كده؟ طيب ايه البيربوس بقى بتاعت الكلام الادابتيشن ده كله؟ تو ديتكت ذا موفمنت اند ساوند اوف ديستانت بري، ربنا اداها اكسترا اوردينري سايت وهيرنج علشان تقدر تديتكت الموفمنت بالفيجن او بالهيرنج والساوند كمان اوف تيني ديستانت بري، يعني بري بعيده عملت ايه؟ يعني عملت تيني ساوند او تيني موفمنت نقدر نحس بيها، اوكي؟ او تقدر الاول تحس بيها، انا وانت ممكن ما ناخدش بالنا، صح كده؟ زي ما انت كده لو مشيت بالراحه وجيت كده مثلا ورا واحد صاحبك ولا حاجه، هو مش هياخد بالك، مش هياخد باله، ليه؟ عنده هيرنج عادي وفيجن عادي، انما الاول تحس بالله. عارفين يا شباب، يعني هقول لكم حاجه كده كلكم تلاحظوها، تلاقوا الناس اللي عندهم يعني الناس الكفيفه، الناس البلايند، الناس اللي ما بتشوفش يعني، تلاقي ربنا خد منهم صحيح السايت اوف او السنس اوف سايت، ولكن تلاقيهم بيسمعوا بقى احسن منك، ما ربنا بيدي كل واحد فينا ال 24 ايراد بتوعه ورزقه يعني، فربنا خد من ناس معينه مثلا الفيجن تلاقي عندهم السنس اوف هيرنج عالي جدا او السنس اوف سميلنج عالي جدا، لدرجه مثلا ايه، هو يسمع صوت الناس البلايند ده وانت قاعد جنبه انت مش سامع الصوت ده، ليه؟ هو ربنا خد منه النظر واداله هيرنج زياده، اوكي؟ اتفقنا؟ ففعلا هو الباول دي الاول دي سوري تسمع الصوت الدقيق جدا اللي انت قاعد جنب الصوت ده ممكن ما تسمعوه، اوكي؟ طيب شوز ذا كوريكت انسر يا شباب، check your understanding. طيب the sense of a are from the very sharp senses in owl. انهي سنس بتقول؟ اللي very sharp في الاول في البومه. ها الهيرنج والسميل؟ لا السميل لا. السايت والسميل؟ برضه السميل لا. السايت والهيرنج؟ طبعا السايت والهيرنج يا دي. يا شباب which of the following animal are not nocturnal animal؟ مش nocturnal animal. البات طبعا ده نكتيورنال انيمال، الاول ده نكتيورنال انيمال، انما الدولفين ده عايش في الووتر، وفي الووتر الحسابات مختلفه، اوكي؟ تمام؟ اوكي يا شباب؟ تعالوا نتكلم في الاكتيفيتي 5 دي في الليسون بتاعنا عن نيرفس سيستم بتاع الهيومن بينج وبتاع كل الممل زيه بالظبط.
احنا عارفين ان السنس اورجانز دول بتوعنا الفايف سنسز بتوعنا اللي هم التاتش والهيرنج والسايت والسميل والتيستنج. الفايف سنسز دول شغلتهم ان هم يجمعوا الانفورميشن من الانفايرمنت ويبعتوها للبرين، عشان البرين او نيرفس سيستم عموما اللي بيكون من برين وسباينال كورد ونيرفز، عشان البرين انتربيرت يترجم بقى او بروسيس الانفورميشن اللي جات له دي عشان ياخد الرايت ديسيشن للبادي كله نعمل ايه، صح كده؟ يبقى بيقول لك السنس اورجانز بتوعك او السنسز بتاعتك الفايف سنسز ورك توجيزر. انت اوعى تقول لي مثلا انا عايز الفيجن او الفيجن مهمه والسميل لا ملهاش لازمه السميل، او التاتش مش مهم، لا الفايف سنسز مهمين، اوكي تمام، او الهيرنج ملوش لازمه. انت الفايف سنسز بتوعك ورك توجيزر with او under supervision of nervous system، تحت امر وتحت تحت الكنترول بتاع النيرفس سيستم، to gather information from the environment، عشان تجمع information from environment، اوكي بتجمع معلومات من الانفايرمنت كده بالفايف سنسز بتاعتك وتبعتها للنيرفس سيستم عشان يحلل الانفورميشن دي ويفهم ايه اللي مطلوب وايه الحدث اللي بيحصل حواليا. مامالز بقى، كل المامالز قلنا مين المامالز دول؟ الفيفي بورز اللي هيحملوا في البيبي او النيو بيبي بتاعهم ويولدوه ويرضعوه. كل ما ينطبق عليه الكلمه دي زي الهيومن والالف انت واللايون والدب والكات كتير جدا، كل دول اسمهم مامالز، اوكي يا شباب؟ يبقى مامالز such as human such as elephant such as dog such as حاجات كتير جدا، اي حاجه بتولد يا شباب وبترضع البيبي بتاعها يبقى اسمهم مامالز، اوكي؟ طيب كل دول هاف ذا سيم ستراكشر اوف نيرفس سيستم، اهو يعني بتاع الهيومن ده زيه زي بتاع الدب زيه زي بتاع الكاو والهورس الشيب، كل دول زي بعض، اوكي؟ تمام. النيرفس سيستم عندنا يا شباب وعند كل المامالز بيتكون من ايه؟ بيتكون من برين، ده موجود جوه السكال، وبعدين سباينال كورد، تمام كده، ده اللي موجود جوه الفرتبرال كولن او الباك بون اللي ماشي في ظهرنا، وطالع منهم بقى ايه؟ النيرفز اللي مغطيه الجسم كله، ماشي؟ اهو دي السباينال كورد وطالع منهم النيرفز اللي مغطيه الجسم كله. بعض النيرفز طالع من السباينال كورد زي ما انتم شايفين، وبعض النيرفز طالع من البرين. خلي بالكم كمان ان السباينال كورد ده يعتبر بيج نيرف طالع اصلا من البرين، اوكي تمام. يبقى النيرفس سيستم يا شباب بيكون من ايه؟ بيكون من برين وسباينال كور ونيرفز. ناخد كلمتين بساط كده عن كل واحد. اهم حاجه في النيرفس سيستم هو البرين، هو ده المين كنترول سنتر ان يور بادي، ده اللي بيتحكم في كل حاجه في البادي. اهو برين ات از كونكتد تو سباينال كورد، هو متوصل بالسباينال كورد، ده يعتبر نيرف طالع من البرين بس نيرف قوي شويه. يبقى ات از كونكتد تو ذا سباينال كورد. ايه الفانكشن بتاعت البرين؟ ات از ذا مين كنترول سنتر ان يور بادي، ده المين كنترول سنتر، ده اللي بيتحكم في كل حاجه في جسمك. البرين هو اللي كنترول كل حاجه في جسمك، عشان كده بقول ات از ذا مين كنترول سنتر ان ذا بادي. طب نشوف السباينال كورد. السباينال كورد ده عباره عن بيج نيرف بس طالع من ايه؟ طالع من البرين. It is a big nerve that runs through the backbone، هو ماشي في الباك بون، ماشي في الفيرتيبرال كولن، في العمود الفقري اللي في ظهرنا ده، to be protected، ها؟ اوكي، زي ما السكال كده بروتكت البرين، الفيرتيبرال كولن ده او الباك بون هم اللي بروتكت السباينال كورد. طيب، it is branched بيتفرع كده into smaller and smaller nerves، مطلع nerves اهو، وفي nerves برضه طالع من البرين دايركتلي، اوكي؟ يبقى it is branched into smaller and smaller nerves. ايه الفانكشن بتاعته؟ الفانكشن بتاعته هو حلقة الوصل بين كل البادي اورجانز وبين البرين، صح كده؟ اهو it carry messages carry information carry nerve impulse carry الاشارة العصبية from the brain to body parts، والعكس and vice versa carry المسج من البادي بارتس او different body parts للبرين، هو حلقة الوصل، اوكي تمام. النيرفز دي بقى، النيرفز دي cover all parts of the body، هو انا لو شكيتك في اي حتة في جسمك مش هتحس؟ يعني النيرف سيستم او النيرفز دي spread all over the body، من اول شعر راسك كده لغاية صباع رجلك الصغير، كل دول فيهم نيرفز، اوكي؟ يبقى نيرفز ار distributed through the body، كل البادي، وبيوصلوا المسجز بقى من النيرفس سيستم او من البرين والسباينال كورد للبادي او للديفرنت بادي بارت، ويوصلوا المسج من الديفرنت بادي بارتس لمين؟ للسباينال كورد ثم البرين، صح كده؟ يبقى النيرفز دول ار ديستريبيوتد ثرو ذا بادي اند كونكتد تو ذا سنس اورجانز، متوصلين بالسنس اورجان وكل البادي بارت كمان اهو، اند اول اند ذا بادي بارتس ويز ذا برين، بيوصلوا كل حاجه بالبرين. وطبعا السباينال كورد بالتبعيه، السباينال كورد ده اصلا يعتبر نيرف طالع من البرين، اوكي تمام. ايه الفانكشن بتاعتهم؟ هم اللي بيوصلوا الانفورميشن من البرين لاي اورجان في جسمنا، او بيوصلوا الانفورميشن العكس بقى من اي اورجان من جسمنا للبرين، مجرد ايه؟ ترانسفير مسج يعني، اوكي تمام.
يبين فانكشن زي كاري مسج. المسج دي اللي هي الاشاره العصبيه يا شباب، اللي هي النيرف امبلس. اوكي لما نكبر شويه هناخد ايه هي المسج دي، بس نقدر نشيل كلمه مسج دي ونكتب نيرف امبلس. اوكي تمام، يبقى زي كاري نيرف امبلس فروم برين تو ذا سباينال كورد اند اذر بارت اوف ذا بودي اند فايس فيرس. هم اللي بيوصلوا النيرف امبلس الاشاره العصبيه من البرين والسباينال كورد لاي بارت في جسمنا والعكس تماما، صح كده؟ نوت، خلي بالك ان في سم نيرفز ار كونكتد دايركتلي تو ذا برين وفي سم نيرفز كونكتد تو سباينال كورد اهو. طيب مين، هقول لكم المعلومه دي يا شباب هي مش عليكم بس لازم تبقوا عارفينها ماشي. البرين يا شباب مطلع 12 نيرف معروفين الدكاتره كده عارفينهم بالاسم، واللي ربنا يكرمه فيه كده واللي يحب الساينس ويخش كليه الطب هيبقى عارف ال 12 نيرف دول باعدادهم. يعني ايه باعدادهم؟ يعني النيرف الاول هو الاوبتيك نيرف عصب البصري، النيرف الثاني هو الاولفاكتوري نيرف العصب الشمي. ها اوكي، ففي بعض النيرفز هم عددهم 12 نيرف بالظبط ومعروفين طالعين من البرين دايركت، مش طالعين من السباينال كورد، ها طالعين من البرين دايركت 12 بير. ليه بير؟ عشان واحد طالع ناحيه اليمين وواحد طالع ناحيه الشمال. اوكي فبيقول لك اهو، بيقول لك سم نيرفز ار كونكتد دايركت تو ذا برين. زي مين؟ زي النيرف اللي بيوصل للاي اللي هو الاوبتيك نيرف، وده الاوبتيك نيرف او الاوبتيك نيرف ده اللي هو الايه الكرينيال نيرف نمبر 1. في نمبر 2 اللي هو الاولفاكتوري نيرف، في نمبر 3 نمبر 4 لغايه 12. اوكي تمام يا شباب. اوكي طيب نوت، خلي بالك ذا نيرف ترانسميت انفورميشن، النيرف ده العصب ده بينقل الانفورميشن from the sensory organ to brain. احنا قلنا النيرف هو بينقل الانفورميشن يا من البرين للاورجان او من الاورجان للبرين، صح كده؟ تمام. فبيقول لك النيرف ده ترانسميت، هينقل الايه السنسوري انفورميشن او النيرف امبلس ده او المسج، كل ده حاجه واحده. from the sensory organ to brain او from brain to sensory organ، ممكن بالعكس برضه يعني بينقل من هنا لهنا ومن هنا لهنا. اوكي تمام. الفايف سنس اورجان بتوعنا بقى كونتين سبيشال تايب اوف نيرفز نومن اس سنسوري نيرف او سنسوري ريسبتور. في يا شباب النيرفز بتاعتنا، هقول لكم انا حاجه الحته دي عشان تفهموا، النيرفز بتاعتنا نوعين يا شباب، يا سنسوري نيرف يا موتور نيرف. يعني ايه بقى سنسوري نيرف وموتور نيرف؟ يا نيرف، بصوا لي بقى هنا كده، شغل الكاميرا كده عشان ايه اشرح لكم الحته دي. اوكي بصوا يا شباب، احنا عندنا النيرفز اللي مغطيه جسمي كلها هي نوعين او نوع من الاثنين، يعني نوع اسمه سنسوري نيرف ونوع اسمه موتور نيرف. اوكي ايه الفرق بينهم؟ سنسوري نيرف ده اللي ترانسميت السنس، يعني انا دلوقتي حسيت مثلا بنقطه عرق او ذبابه جت هنا، اللي نقل اللي اتنقل ده سنسوري، انا حسيت تمام كده. فالبرين خد المعلومه دي من السكن راحت للبرين قالت له ده في حاجه هنا في الحته دي كده، فده سنسوري نيرف اللي مشي كده، هنا في سنسوري ريسبتور مشى النيرف امبلس لغايه ما وصلت للبرين، البرين خد الانفورميشن دي وانتربيرت، ده في حاجه هنا، طب ما نمسحها نقطه العرق دي، طب ما نشوف الحشره اللي وقفت هنا دي عشان نتعامل معاها لا تقرصنا وتعمل مشكله. البرين كل ده انتربيرت تمام كده. فالبرين يروح مدي اوردر لمين؟ للارم بتاعتي، تقول لي انا بس كده، يدي اوردر للارم بتاعي يقول لي روح شوف الحته دي فيها ايه، رشها امسحها اعمل حاجه كده اتصرف. ها اوكي، فالبرين يروح باعت نيرف امبلس، ولكن المره دي هيبعتها ايه بقى؟ هيبعتها موتور. موتور ليه؟ لان خلاني احرك دراعي. ها اوكي، فراح دراعي متحرك رايح للحته دي مسحها هرشها اي حاجه. ها صح كده اتفقنا. يبقى النيرفز بتاعتنا يا شباب يا سنسوري نيرفز يا موتور نيرفز. اوكي نكمل يا شباب. يبقى الفايف سنسز بتوعي، وادام هم فايف سنسز يبقى فيهم سنسوري نيرف ولا موتور نيرف؟ ما اسمهم سنسز اهو، يبقى فيهم سنسوري نيرف. يبقى الفايف سنس اورجان بتوعك مالهم؟ هذا سبيشال تايب اوف نيرفز، اسمهم ايه؟ اسمهم سنسوري نيرفز او سنسوري ريسبتور. يبقى السنسوري ريسبتور ده تايب اوف نيرف، هو زي ار نيرف، هم نيرف. ها سنسوري ريسبتور دول نيرف، موجودين فين؟ موجودين في السنس اورجان في كل جسمك. اوكي اهو، فاوند ان ديفرنت بارت اوف ذا بادي ذات از ريسبونسبل فور ريسيفنج انفورميشن فروم ذا انفايرمنت. يعني مثلا خلينا في سنس التاتش، ما التاتش ده موجود في كل حته في جسمك، هو انا لو لمست صباع رجلك الصغير سعادتك مش هتحس ان انا لمسته؟ يبقى في سنسوري ريسبتور اهو. طب انا لو لمست ايدك مش هتحس؟ هتحس. طب لو لمست بطنك مش هتحس؟ هتحس. طب لو لمست ظهرك مش هتحس؟ هتحس. لمست اورتك، السنسوري ريسبتور بتاعت التاتش دي موجوده في كل حته. طب السنسوري ريسبتور بتاعت السميل موجوده فين؟ موجوده في النوز بس دي. طب السنسوري مثلا السنسوري ريسبتور بتاعت الفيجن موجوده فين؟ موجوده في الاي بس، وهكذا. انما التاتش ده موجود في كل حته في جسمك. طب بتاع التستنج السنسوري ريسبتور بتاعت التست موجوده فين؟ موجوده في التنج بس، صح كده؟
تمام يا شباب؟ اوكي. طيب تعالوا نشوف كده اكزامبل بسيط. How does the nervous system work if you smell pizza؟ انا هحكي لكم الحكاية، بسيبكم من الكلام، هحكي لكم الحكاية ازاي بالظبط بتحصل. لو انت عديت قدام محل بيتزا كده، ازاي النيرفس سيستم بتاعك سميل البيتزا دي، او عارف ازاي ان احنا قدام محل بيتزا، او انت بلاش سيبك من الواد ده خالص، انت قاعد كده في الاوضه بتاعتك في امان الله، وماما بتحضر الغدا وانت ما تعرفش ايه الغدا، وشميت ريحه مثلا فراخ مشويه، تمام كده؟ شميت ريحه فراخ، عرفت منين انت بقى انها ريحه فراخ مشويه؟ ماما ما قالتلكش انها عامله النهارده فراخ مشويه، عرفت منين انت؟ انا بقى هقول لك انت عرفت منين. اللي حصل ان النوز بتاعتك، نرجع كده نشغل الكاميرا عشان نفهم الحته دي مع بعض. ايه؟ اتفضلوا يا شباب معايا كده. ماما دلوقتي في المطبخ وانا قاعد اهو في الاوضه بصور معاكم الفيديو، او مراتي في المطبخ بتعمل الاكل وانا ما اعرفش انها بتعمل الاكل. شميت ريحه، ايه الريحه دي؟ بس ده الغدا النهارده فراخ مشويه وانا ما اعرفش، ما شفتش حاجه. ايه اللي حصل؟ انا هقول لكم اللي حصل بقى. اللي حصل ان في سميل سبريد في الاتموسفير كده، ووصلت للسنسوري ريسبتورز اللي موجوده في النوز عندي. فالسنسوري ريسبتورز راحت ناقله نيرف امبلس، تمام؟ خدت المعلومه دي ونقلت نيرف امبلس لمين؟ للبرين. السنسوري نيرفز او السنسوري ريسبتورز اللي موجوده في النوز نقلت نيرف امبلس للبرين، قالت له انا شميت الريحه دي. فالبرين انتربرت، طب الريحه دي انا عندي سجل كده بيقول الريحه دي كذا وكذا وكذا، اه الريحه دي عندي، كل ده في ثواني، ها الريحه دي عندي تمثل ريحه الفراخ المشويه. فالبرين عمل بروسيسنج او عمل انتربرت، ترجم الانفورميشن اللي ايه اللي جات له دي، زين بروسيد، راح عامل بقى ايه، راح باعت الانفورميشن دي مثلا للسلايفا، قالت لها يلا اجري بقى كده يا سلايفا ده احنا هناكل، ها بعتت او انتربرت الانفورميشن، عرفت انها ريحه فراخ، صح كده، او خلتك تجوع اكتر، او خلتك تروح للمطبخ بقى تاخد حته فراخ، صح كده؟ اتفقنا، عرفنا ازاي وصلت لنا الانفورميشن. النيرف او الريسبت او السنسوري ريسبتورز اللي موجوده في النوز خدت الانفورميشن وبعتتها للبرين، البرين انتربرت، ترجم الكلام ده معناه ايه، صح كده؟ زين يو نو وات از ذس، انت عرفت ايه دي بقى من الانتربرت بتاع البرين، صح يا شباب؟ نكمل يا شباب مع بعضينا. اوكي اهو بيقول لك كده، هاو داز ذا نيرفس سيستم ورك اف يو سميل بيتزا، لو انت شميت ريحه بيتزا كده. بيقول لك السنسوري اورجان اللي هي النوز، ها او السنسوري اورجان بتاع السميل اللي موجود في النوز، ريسيف الانفورميشن، تمام كده، فروم ذا انفايرمنت اللي هي ريحه البيتزا، هو السنسوري اورجان بتاعك او السنسوري ريسبتورز بتاعتك اللي موجوده في النوز استقبل الريحه دي من الانفايرمنت، صح كده، ويتش از ذا بيتزا اودر، بيتزا اودر، بيتزا اودر، ريحه البيتزا يعني. طيب وبعدين السنسوري ريسبتورز of the smell اللي موجوده في النوز اهو that are found in the back of your nose طلعت specific information او نير او نيرف امبلس او سيجنال، كل ده معنى واحد، الاشاره العصبيه طلعت along the nerve لغايه ما وصلت لمين؟ للبرين. البرين بقى خد المعلومه دي وانتربرت اهو. Once the information about the smell reach your brain، المعلومة دي لما وصلت للبرين، the brain process أو interpret، بيترجم المعلومة دي، صح كده؟ the brain process بيترجم this information أو that information and determines the type of odor. خلاص أنا عرفت، اللي عرف مش مناخيري يا شباب، مش النوز اللي عرفت إن دي بيتزا، لا هي النوز بس نقلت الانفورميشن للبرين، صح كده؟ والبرين هو اللي بروسس وعرفني انا كوائل كده ان ده ريحه بيتزا. زاويه بقى قلت لكم مراتي كده بتعمل فراخ مشويه، فمناخيري مجرد نقلت الانفورميشن، صح كده؟ هقول لكم الحته دي يا شباب برضو ايه باكزامبل تاني عشان تفهموه. طيب هو دلوقتي نرجع كده نكبر الصوره كده، مش ثانيه واحده، ايوه شايفيني كده تمام. عايز اقول لكم حاجه يا شباب، دلوقتي انت شايفني انا قاعد ما اتكلم اهو، انت قاعد بتتفرج على الفيديو، صح؟ تمام. انت عينك عملت ايه عشان تشوف، او انت شايفني ازاي دلوقتي؟ عينك يور اي كده فيها السنسوري اورجانز او السنسوري ريسبتورز بتاعت الفيجن او بتاعت السايت، فعينك ريسيف البيكتشر دي، ريسيف الشخص، الصوره اللي انت شايفها وائل ده، هي ريسيف الصوره بتاعت وائل، والعين خدت الصوره دي وما تعرفش ايه ده، هي مش عارفه ايه العين ده، هي خدت الصوره بس، صح كده؟ وراحت ناقله الصوره دي لمين؟ نقلت النيرف امبلس عن طريق الاوبتيك نيرف او عن طريق النيرف اللي وصل للاي ده، نقلتها لمين؟ للبرين. البرين بقى انتربرت، اوكي اه دي صوره بتاعت مستر وائل بيشرح ساينس، اه نكمل، لا حلو مثلا عايزين نستفيد، نكمل، اوكي تمام. يبقى مين اللي قرا الصوره؟ عينك شافت الصوره انما ما قريتهاش، عينك ما فهمتش الصوره دي ايه. اللي قرا الصوره دي وعرفك ان ده مستر وائل هو يور برين.
هقول لكم اكزامبل عشان تفهموا اكتر. لو كلنا لو حد فينا مثلا جاب الموبايل بتاعه كده ايه كان شايفين الموبايل بتاعه ورحت فاتح الكاميرا ورحت مصور انت قاعد قدامي رحت مصورك صوره تمام كده حلو جدا. خلينا بقى نقف في الصوره دي. هو الموبايل ده فاهم الصوره دي ايه؟ لا هو الموبايل نفذ امر مش انت دوست على زرار الكاميرا كده تو كابتشر الفوتو دي فهو كابتشر الفوتو دي. هو مش عارف الفوتو دي بتاعت بني ادم ولا بتاعت شجره ولا بتاعت حيطه هو مش فاهم. مين بقى اللي فاهم الصوره دي؟ انت اللي فاهم الصوره دي. انت اللي خدت الصوره دي ووصلتها للبرين عندك والبرين انتربير. انما حته الموبايل ده مش فاهم حاجه هو نفذ الامر وخلاص. انا نفس الكلام الاي بتاعتي كابتشر الصوره دي مش فاهم حاجه هي عليها تبعت للبرين والبرين يتصرف انا ماليش دعوه. اوكي فهمنا يا شباب الرساله؟ اوكي نكمل يا شباب اتفضلوا يا شباب تمام تشيك يور اندرستاندينج. اوكي طيب هو هنا بس يعني هنكتشف ان في كلمه مكتوبه غلط واحنا بنحل هنكتشف. اوكي تمام فهنصلحها واحنا بنحل. يوزنج ذا وورد بيلو استخدم لي كده الورد دي تو كومبليت ذا فولوينج سينس هنكمل الثلاث جمل دول بالثلاثه دول. طيب نشوف الاول الثلاث كلمات دول هم برين وبروسيس. بروسيس بتحمل معنى ايه؟ يترجم الانفورميشن دي نقدر نقول انتربيرت نقدر نقول ترانسليت ولكن الكلمه العلميه فيهم انتربيرت يترجم الكلمه دي. اوكي بروسيس تمشي برضو ايه ماشي مش احنا بنسمي الموبايل بروسيسور اللي هو الاهم حاجه في الموبايل عندك هو البروسيسور فهو البرين هو اللي بيعمل بروسيس. اوكي سنسوري ريسبتور. طيب تعال نشوف الصوره دي الاول قبل ما نكمل. الصوره دي بتقول ان في هنا سنسوري ريسبتور في الاي ولا في النوز انا مش عارف هو قصده ايه يعني هنشوف هنا من نشوف هو بيتكلم ايه. المهم السنسوري ريسبتور ده طلع انفورميشن فترانسفير الانفورميشن دي او النيرف امبلس ثرو مين دول ثرو النيرفز النيرف دول ترانسميتد انفورميشن عشان يروح وسند سبيسيفيك سيجنالز تو ذا برين عشان البرين يعمل بروسيس صح كده. طب تعالوا نكمل. زانوس كونتين ايه اتفضل هنختار واحده من الثلاثه دول. زانوس كونتين ايه ذات ريسيف ذا اوردر اوف ذا فود النوز ريسيف ايه النوز ريسيف سوري النوز كونتين ايه اللي ريسيف الاوردر النوز ريسيف كونتين سنسوري ريسبتور صح كده. فلو اعتبرنا دي 1 2 3 يبقى هنا نمبر 3 صح كده وخلاص دي خدناها عشان في كلمه غلط كنا. اوكي زانوس كونتين سنسوري ريسبتورز ذات ريسيف الايه الاوردر اوف ذا فود. طب وبعد ما استقبلت الاوردر دي ذا اوردر ترانسفير تو ذا برين ثرو المفروض ان احنا نكتب هنا ثرو مين ثرو نيرف. اوكي ثرو مين ثرو نيرف صح كده. اوكي في بقى كلمه نيرف هنا مفيش. اوكي مفيش كلمه نيرف هنا المفروض ان احنا نختار نيرف اهي المفروض ان احنا نختار الكلمه دي تمام. اوكي يا شباب اوكي المفروض ان احنا نختار كلمه نيرف او نيرفس. اوكي تمام طيب ذا برين البرين بقى لما تجيله الانفورميشن دي عن طريق النيرف البرين يعمل ايه؟ البرين يعمل بروسيسز اهو بيعمل بروسيسز. اوكي المفروض البرين يعمل بروسيسز فدي تبقى نمبر 2 تمام كده بروسيسز ذا انفورميشن اند ديترماين ذا تايب اوف فود. فالمفروض ان بدل كلمه برين دي كان كتب كلمه نيرفز. اوكي لانه بيقول لك ذا اوردر ترانسفير تو ذا برين مش هينفع اكتب برين هنا صح كده يبقى ذا اوردر ترانسفير تو برين مين اللي هينقلها للبرين ثرو نيرفز فالمفروض برينز دي كانت تبقى نيرفز. اوكي يا شباب سهل ماشي يا شباب. طيب تعالوا نشوف بقى سبحان الله كائن ليفنج اورجانيزم حقير جدا بالنسبه لنا ها ده حاجة صغيرة جدا الجيربو ده شكل الجيربو أو ايجيبشن جيربو ده شكل الجيربو حتة ليفنج اورجانيزم يعني أنا لو شفته هبعصه برجلي صح كده حاجة كده يعني شفتوا الفار يا شباب لو شفت ده أصغر من الفار أصلا ده حجمه كله على بعضه كده مش عارف أقول لكم إيه شفتوا ولعت السجاير كده يا شباب هي حاجة قد ولعت السجاير كده يعني أشد منها شوية ها أوكي حاجة كده كلها على بعضها بس يعني ولعتين ضخمين شوية أو بلاش شكل أو عدي قلبة السجاير بلاش ولعت السجاير ليفنج اورجانيزم صغير جدا يعني أنا لو دوست عليه فعلا هيموت. أوكي لو دوست عليها فرتته. أوكي بصوا بقى الحكمة والعظمة والاستراكشرال والبيهيفيرال ادابتيشن اللي ربنا متعه بيه علشان يقدر تو كيب الايف وسرفايف. طيب تعالوا نحكي الحكاية الأول وسيبكم الكلام ونفهم. أولا ده نوكتيورنال أنيمال واسمه ايجيبشن جيربو بيسموه بالعربي الجربوع هو اسمه الجربوع ليه؟ لان هو ليفنج اورجانيزم حقير بقول لك لو شفتوه موجودوه بس انتوا اللي هتخافوا منه ها؟ اوكي تمام؟ عايش في الديزرت عايش في الصحراء اكبر انمي ليه اكبر بريديتور ليه هو السناك
هو يموت من السناك، اوكي؟ السناك هياكله هياكله، تمام؟ فهو يسمع بس سناك كده يفلفص على طول، اوكي؟ تمام؟ يبقى المين بريديتور بتاعه السناك، هو مشكلته في حياته كده السناك. طيب، تعالوا بصوا كده بقى الادابتيشن اللي ربنا خلقه. بص، أول حاجة بصوا الإير بتاعته لارج إزاي؟ لارج إير بالنسبة لجسمه، أنت كهيومن بينج وروح كده بص على ودانك، ودانك بالنسبة لجسمك صغيرة. انت جسمك اهو، انا كوائل كده بص ودني عامل صغيره بالنسبه لجسمي، انت كده روح اقف في المرايه وشوف ودنك بالنسبه لجسمك هتلاقيها صغيره. بص بقى الجيربو ده، الودن دي بالنسبه للجسم مش تعتبر كبيره، تعتبر كبيره، صح كده؟ فاللارج اي اللارج اير بتاعته ده بتخلي عنده اكسترا سنس اوف هيرنج، يسمع صوت الكريبنج الزحف بتاع اي سناك جنبه، صح كده؟ فيبتدي ياخد حذره بقى وايه واليرت كده ويجري يبعد عن السناك ده، تمام؟ حاجه ثانيه شايفين اللور ليمب بتاعته او الهايند ليمب بتاعه، الرجلين اللي ورا، بص رجلين اللي قدام صغيرين مش باينين، يمكن ها نخبيهم جوه جسم. بص الرجلين اللي ورا بقى طوال ازاي، طوال كده عشان يساعدوه ان جامبك ده مش بيمشي، ده بيجامب بينط، اوكي؟ شفتوا بينط كده تك 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 تك، مش بيمشي زينا كده يحرك رجله اللي قدام يمين او اليمين قدام ثم يجيب الشمال قدام ثم اليمين قدام، لا هو ما بيعملش كده، هو بينط، اوكي؟ فاللونج هايند ليمب دي بتساعد ان هو ينط نطه طويله، لو الهايند ليمب دي مش طويله كده ما كانش نط نطه طويله، صح كده؟ بصوا التوز بتوعه بقى والفيت بتاعته، الفيت الرجلين بتاعته والتوز بتاعته هتلاقي عليهم، هي مش باينه هنا، هتلاقي عليهم شويه هير، شويه الهير دي يخليه وهو بينط يعمل ايه؟ يعمل جريب كده لشويه ساند، يقفش في رجله كده شويه ساند، ليه يقفش شويه ساند؟ تساعده فور هامبنج وفور جامبنج مسافه اطول، تمام كده؟ حاجه تانية بقى بيعملها سبحان الله بقى ما حدش علمها له، ها؟ ما حدش قال له تعالى وانت بتجري اجري كده، تمام؟ اما يجي يجري ما يجريش او يعمل جامبنج، هو اما يجي يعمل جامبنج ما يعملش جامبنج في ستريت لاين كده، شايف انا ماشي ازاي؟ ما يعملش جامبنج كده، لا يعمل جامبنج في زيجزاج لايك، يقعد يمشي كده ليه؟ عشان لو حتى السناك عايز يحصله فالسناك يدوخ منه. مين اللي علمه يمشي زيجزاج لاين كده؟ ما حدش علمه، ربنا ادهاله. ده بيهيفيرال ادابتيشن، ده بيهيفير، هو اللي بيعمل كده بمزاجه اهو، تمام؟ ده بيهيفيرال ادابتيشن ربنا ادهوله علشان يقدر يو اسكيب فروم دينجرس، وبالذات السناك بتاعه، صح كده؟ شفتوا الحيوان الحقير الصغير ده اللي انا بقول لك لو شفته هدوس عليه موته، واسمه الحقير ده يدل ان هو فعلا مشكله بالنسبه لنا. شفت الادابتيشن اللي ربنا ادهاله تو كيب الايف تو سرفايف، تمام؟ سبحان الله، صح كده؟ يعني مش نشيل بقى الشربطه دي كده ونشرح الكلمتين دول، احنا خلاص فهمناهم، اوكي؟ تعالوا نشوف كده سينسينج ذا انفايرمنت، تعالوا كده ان ذيس اكتيفيتي وي ويل ليرن هاو الاستراكشرال ادابتيشن اللي احنا شفناه اند ذا نيرفس سيستم، والنيرفس سيستم كمان ورك توجذر تو هيلب جيربو سرفايف. الجيربو ده وان اوف ذا نكتيورنال انيمال اهو، ات از ذا ايجيبشن جيربو از ديزرت رودنت، هو حيوان رودنت كده زي الفار كده بيعمل رودنت، اوكي؟ وهقول لكم فكروني لما اخلص كده اقول لكم معلومه جميله عن الرودنت هتعجبكم. الساينس يا شباب هو امتع ماده، هي حياتنا، المعلومات اللي احنا بنقولها دي في ناس كتير عارفاها على فكره، اوكي؟ حياتنا عباره عن ساينس، اما نكبر شويه هتشوفوا ان الساينس انتوا بتستعملوا الساينس ده وانتوا مش واخدين بالكم في حياتكم اليوميه، اوكي؟ هنشوف لما نكبر شويه يعني مع زياده معلوماتنا في الساينس هنفهم اللي انا بقوله. طيب الايجيبشن جيربو اللي هو الجربوع المصري ده اسمه، هو اسمه جيربو ده يعني الجربوع اسمه كده، تمام؟ ده ديزرت رودنت، رودنت حيوان يعني زي الفار كده بيعمل رودنت، يعني ايه؟ تلاقيه بيقرقط في اي حاجه، هقول لكم ليه بيقرقطوا يا شباب، هقول لكم ليه بيقرقطوا بس ما اخلص الحته دي، تمام؟ الايجيبشن جيربو ده واحد من الديزرت رودنت، تمام؟ ماشي، ات سيرشز فور فود ات نايت، يعني ايه؟ يعني نكتيورنال انيمال، يعني نكتيورنال انيمال، صح كده؟ تمام. الجيربو بقى تعالوا نشوف كده اكبر اعدائه مين في الحياه؟ السناك. الجيربو ادابتيشن تو ذا انفايرمنت، وانتوا بتقولوا كده ادابتيشن والنبي قولوا لي يا استراكشرال ادابتيشن يا بيهيفيرال ادابتيشن. بصوا كده الجيربو هاز لارج اير اند سنسيتيف اير، اير حساسه جدا بتكبر الصوت وتخليه يسمع الصوت الدقيق جدا، ها؟ سو ات كان ديتكت even a quiet snack، حتى حركة السناك الصغيرة اللي بيعملها دي بيسمعها هو عشان عنده هو سوبر سنس اوف هيرنج، ها؟ فده يعتبر structural adaptation. تعالوا نشوف الهايند ليمب، خلينا نبدأ بالهايند ليمب الأول. بصوا الهايند ليمب طويلة ازاي؟ أهو جيربو هاز لونج هايند ليجز، ليه بقى ليها الهايند ليجز كبيرة أو الهايند ليمبس كبيرة؟ ذات انيبل ايت تو جامب ا لونج ديستانس، هينط مسافة طويلة بالرجل الطويلة دي، صح كده؟
مش شفتوا ناس يا شباب بتشوفوا الناس العمالقه بتوع الباسكت بول كده، الواحد اللي طوله 2 متر وانت طالع، بص الخطوه بتاعته والخطوه بتاعتك انت، ها الخطوه بتاعته سعادتك تمشي 5 خطوات كده، هو خطوه واحده تمام، يعني انتوا لو ماشيين جنب بعض كده يكون هو وصل للمشوار وانت لسه في اوله، ها اوكي. فهنا برضو عشان رجله طويله هينط مسافه طويله، الراجل لاعب الباسكت بول ده عشان رجله طويله الخطوه بتاعته بتعد معاه، انت بقى خطوتك صغيره كده، ها اوكي. طب ده يعتبر استراكشرال ادابتيشن. تعالوا بصوا الفيت والتو بتاعه اهو، جيربو فيت اند توز هاف هير، عليها شعر كده ليه؟ تو هيلب ايت تو جريب، جريب يعني يقفش كده او يمسك كده، تو جريب ساند يقفش الساند كده وهو بيعمل جامبنج وهوبنج او بينط كده، ليه بقى؟ وين ات هوب اند جامب وهو بينط ويقفز ليه؟ تو ليه هو ما قالش ليه؟ ها تو هيلب ايت تو جامب فور لونج ديستنس، اوكي. بصوا بقى بيعمل بيهيفير ادابتيشن رهيب ما حدش علمه له بقى، ماشي ايت هوبس وهو بينط كده ويقفز ان زجزاج باترن، قلنا وهو بيقفز ماشي كده زجزاج باترن اوكي تمام، يجي السناك يمشي وراه يلاقيه راح حود يمين، يجي يحود يمين كده يروح محود شمال، حود شمال وراه مش عارف يمسك صح كده تمام، يبقى ايت هوبس ان زجزاج باترن، شول الكلام ده عشان تشوف اوكي، يبقى ايت هوبس ان زجزاج باترن سو ات كان اسكيب كويكلي فروم دينجر، وسناك بيجري وراه كده بيقدر يزوغ منه يهرب منه اوكي تمام. حلو جدا، ده يعتبر ايه؟ يعتبر بيهيفيرال ادابتيشن اوكي، سهل الكلام. طيب تعالوا نشوف بقى هاو دو اول بارتس اوف جيربو بادي، ازاي بقى كل اللي انا عمال اقوله ده بيتعاون مع النيرفس سيستم، بيشتغل اندر سوبرفيجن اوف نيرفس سيستم، تحت اشراف النيرفس سيستم. يقول لك هاو دو اول بارتس اوف جيربو بادي ورك توجذر تو افويد دينجر، اوكي كل دول هيشتغلوا مع بعض اندر سوبرفيجن اوف مين؟ اوف نيرفس سيستم، ها البرين هو اللي هينظم الكلام ده كله صح تمام. هنشوف ايه اللي هيحصل. اولا السنسوري ريسبتورز اللي موجوده في الجيربو اير، الاير بتاعته الحساسه دي سمعت صوت ايه؟ حركه صغيره كده بتاعت ايه؟ بتاعت سناك اهو. ذا سنسوري ريسبتورز ان ذا جيربو اير سند ا مسج ثرو ا نتورك اوف نيرفز تو ذا برين، في حركه انا سمعتها كده، هيا برين نعمل ايه؟ البرين ياخد الانفورميشن دي وانتربرت يترجم اهو، ذا جيربو برين ترانسليت انتربرت ها بروسيس، اي واحده فيهم تنفع، بروسيس الانفورميشن دي بيترجم الانفورميشن دي تمام. ده احنا في خطر، البرين بقى بيقول للبادي كله احنا في خطر، وانا البرين انا البيج بوس ها اوكي لازم اتصرف صح كده. يبقى الجيربو برين ترانسليت ترجم المسج اللي جات له من الاير دي ذيس مسج اند اليرت بقى مين يروح، اروح لمين انا كبرين بقى اقول ادي امر لمين، ادي اوردر لمين؟ يدي اوردر للليج عشان تتحرك، الليج الطويله دي مع بقى التو والفيت اللي فيهم شعر يلا اتحركي، وانت بتتحركي كمان امشي لي في زجزاج لاين ها، كل ده اندر سوبرفيجن اوف برين اهو، البرين راح للليج وقال لها يلا اتحركي، ذا جيربو سترونج هوبينج ليجز ستارت تو جام، البرين قال لها يلا اتحركي صح كده اواي فروم دينجرس وكمان ان زجزاج باترن او ان زجزاج باث صح كده. سهل الكلام يا شباب اوكي. طيب عايزكم بقى تتخيلوا حاجه واحده او يعني نتخيل مع بعض، هو الكلام ده الكلام اللي انا عمال احكيه ده والاير سمعت او خلش يعني السنسوري اورجانز اللي فيها او السنسوري ريسبتور اللي فيها استقبلت الانفورميشن بتاعت الموفمنت بتاعت السناك وبعتتها للبرين والبرين انتربرت والبرين انتربرت ده او ترانسليت الانفورميشن دي وبعت للليج والليج قال لها يلا بقى ايه اعملي كونتراكشن وريلاكسيشن وتحركي. القصه اللي انا عمال احكي فيها دي بتحصل في قد ايه؟ لا تكون بتحصل في 10 دقائق ولا حاجه، بتحصل في لزان 1 سكند صح؟ هو سمع الصوت واتحرك والبرين انتربرت والعصل والليجز اتحركت وبعد، كل ده في اقل من ثانيه. التايم ده اسمه ايه؟ اسمه رياكشن تايم. ايه هو الرياكشن تايم؟ هو التايم فروم ريسيفنج انفورميشن تيل ريسبوندنج تو ذيس انفورميشن اوكي. طب نقرا الكلمتين دول مع بعض يا شباب. يبقى الجيربو شارب سينسز اوف هيرنج اند اتس سترونج ليج فور جامبنج، الهيرنج القوي بتاعه مع السترونج ليج اللي بتعمل جامبنج ورك توجذر ويز ذا هيلب اوف نيرفس سيستم تو كيب ذا جيربو سيرفايف. يبقى الهول بروسيس دي اللي خدها الجيربو تو ران اواي فروم دينجرس اوكير ان ليس ذان 1 سكند،
والتايم اللي تيكن باي جيربو تو رياكت اند ريسبوند تو دينجر از نون از رياكشن تايم. يبقى ايه هو الرياكشن تايم؟ هتقول لي اتز ذا تايم تيكن باي ليفينج اورجانيزم بادي او باي ذا بادي اوف ليفينج اورجانيزم، مش جيربو بس، اي ليفينج اورجانيزم زي الهيومن دلوقتي برضه. يبقى هو التايم اللي تيكن باي ذا بادي اوف ذا ليفينج اورجانيزم تو ريسبوند اند رياكت تو ديفرنت انفورميشن ريسيفد فروم ذا انفايرمنت such as dangerous. اوكي تمام. وعاده اللي بيحصل وزاويه الرياكشن طيب الرياكشن ده اللي بيحصل وزاويه يور ويلنس اللي بيحصل من غير ارادتك to avoid dangerous بيبقى اسمه reflex action. يعني الريفلكس اكشن بيحصل وزاويه يور ويل، زي ما سعادتك تيجي كده صباعك يلمس يلمس سورن كده او سباين من اي بلانت كده، إيه انت بتشيل ايدك في لزن وان سكند سبونتينيوسلي مش بمزاجك، زي ما حاجه تيجي تقرب من عينك كده في عينك تعمل بلينكينج تتغمض كده وترمش كده صح، بترمش ده مش فولانتري ده انفولانتري، ادام انفولانتري يبقى اسمه ريفلكس اكشن. تعالوا نشوفه كده، نشوف كده هل اللي بيحصل في الجيربو زي اللي بيحصل في الهيومن. يقول لك هاو داز جيربو ريسبوند تو دينجر كومبيرد تو هيومن. اللي بيحصل في الجيربو هو اللي بيحصل في الهيومن بالظبط. يعني يبقى بوث هيومن اند جيربو افويد دينجرس باي ريلاينج، يعني يعتمدوا على ايه؟ باي ريلاينج اون سنسوري ريسبتورز. هما الاثنين بيعتمدوا على السنسوري ريسبتورز دول عشان يبعدوا الدينجر عنهم ماشي. بيعتمدوا على السنسوري ريسبتور اللي بيبعت انفورميشن لمين؟ للنيرفس اللي بيروح للنيرفس سيستم او البرين تو انتربرت المسج دي تو سنس اند كوميونيكيت مسجز صح كده. بوث هيومن اند جيربو موف كويكلي اواي فروم دينجرس فور زير سيفتي. وادام بتتحرك فور زير سيفتي يبقى ده انفولانتري مش بمزاجك. اوكي تمام. example اهو زي ما الجيربو كده هوب ان زيجزاج باترن سو ات كان اسكيب كويكلي فروم دينجر. انت برضو كهيومن بينج الهيومن موف كويكلي ها بسرعه جدا في اقل من 1 سكند هيز ارم او هيز هاند اواي وين ات تاتش ا سباين اوف كاكتس صح كده. تشيك اندرستاندينج يا شباب وترو اور فولس. وين جيربو فيلز انسيف حاسس بخطوره كده حواليه اتس برين سند مسجز تو اتس ليج through its nerves او its nervous system to run away from danger. الكلام ده صح ولا غلط يا شباب؟ الكلام ده completely true طبعا. طيب the reaction time is the time taken by gerbo to respond to danger. ايوه هو ده reaction time بس مش gerbo بس اي living organism. reaction time is the time taken by the body of the living organism حتى لو human حتى لو اي living organism تاني to respond to danger. اخر سؤال يا شباب جيربو هايند لمب ار شورت. لا انت شفته لونج ازاي؟ انت شفته هي لونج ازاي؟ صح كده طبعا لونج تمام. تو هيلب ايت جامب لونج ديستانس يبقى طبعا لونج يا شباب مش شورت. خلصنا كده ليسون 2 يا شباب. اتمنى ان هو يكون مفهوم وتذاكروه كويس. المره الجايه ان شاء الله هنحل اسئله عليه. لو حد ليه اي كومنت يكتبوه لي في الكومنتس تحت وانا هحاول ارد عليكم ان شاء الله كلكم. اتمنى لكم التوفيق في ستادي هارد ونحل المره الجايه اسئله على ليسون. سلام عليكم.